بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كبائر الذنوب بغض الصالحين. ولن يلمنت كلمة يعني وحيك سابسان تعي ذنوب تواوي محاكم دان أما دتك والمراكسان ولو عرضا وحي كم تهي ذنوب تأوين أي كم تهي. إلهي سبحانه وتعالى أغوانك سوح كير، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إلهي سبحانه وتعالى أغوانك سوح كير، والذين كوا جاءوا يمد من بعدهم مهاجرين تي أنصار تي كذا شودا يقولون وحي لي ربنا ربك نقول اغفر عاف لنا نقا يا ولي إخواننا والذين الذين كوا سبقونا نقول أمر بالإيمان إيمانك ولا تجعل هيال في قلوبنا قلوب تنظى غلا حقدي يا حاسد نمر للذين كوا آمنوا على الرمي إنك ربنا ربك نقول إنك أذي رؤوف لا تريد بضن آياتها ورحيم ومحرس بضن. مركا ضدك مهاجرين يا أنصار دراش وديمد وأنك وأنك من دعي وحي إليهين إلهي دبقيني نور دعاف أنك يولا لدينا وإيمانك بقوان رأي وحمرك حقدي خاسي نمنا قلبينا وقلينين. فالواجب على المسلم قفك مسلمك وحواجب كواء محبة الصالحين ضدك والمناكسن إنه جعل رأي موالاته يحرق انتوا ذا يبغض أعداء الله أعداء إلهي إنه أعرض يبرأت منهم إنه برئ كالنقض. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أبي هريرة حديثك أمورين ونبينا عليه الصلاة والسلام وقرية لي وحوي نبينا عليه الصلاة والسلام لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. أنصار أصحاب الإرادة وصحابته وحي أقيم سنة يلا وقيم رد أنصار المهاجرين أنصار ردك النبي عليه الصلاة والسلام وهي وصعد وهي ومدينة دكنا مهاجرين ودتك مكة كهاجري مكة وحيري لا يبغض الأنصار أنصار وما عرض بغيري رجل قف يؤمن رميني لله إلهي واليوم الآخر مالك آخر أخرجه مسلم. إن بغض المهاجرين والأنصار إنما هو النفاق بعينه. مهاجرين هي أنصار وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ها ولو عرض ونفاق هي منافق نما وإشهدوه. فالذي يبغضهم يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام. قفك لبغاسي وأنصار المهاجرين وعرانية وقف النبي عليه الصلاة والسلام وعرضي وعرمية لأنهم أنصاره وأصحابه حيا للمهاجرين أنصار وحيا هيا النبي عليه الصلاة والسلام صحابة يسائيه إلي أشي سكويه إليه مركا وحلب هيا إيمانك وحاك بذا إن حاوية لجعل الله صحابة رسول كين عليه الصلاة والسلام إن لو عرضا وحيكم التهي وحاوية ذنوب تبويله كم التهي. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.